بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ابنائي بناتي، عدت لكم من جديد كما وعدتكم وسأواصل معكم الى ليلة البكالوريا. عدت لكم مع تمارين التحولات النووية، وسأبدأ بأول تمرين اللي هو باقي ميبانتيان مات. لكن ابنائي بناتي، كما انا اقوم ببذل جهد ولمساعدتكم، فلا تبخلوا علي بمشاركة القناة مع زملائكم، وكذلك الضغط على جام. لماذا؟ لأنه على قد ما تضغطوا على جام ويكون مرتفع، على قد ما يصل الفيديو إلى العديد من التلاميذ وإلى معظم التلاميذ، لأن إدارة الفيديو تشوف إذا كان هناك اهتمام ترفع الفيديو، إذا لم يكن هناك اهتمام لا ترفع الفيديو. فلا تبخلوا على زملائكم، لأن القناة غير معروفة، فأرجو منكم مساعدتي بالمشاركة القناة، بالضغط على زر الجرس، وكذلك بجام من فضلكم. هذا فضلا وليس أمرا، وسيصلكم أجر كل من شاهد الفيديو من تلميذ البكالوريا واستفاد منه. بسم الله على بركة الله، نقرأ تمرين باك دو ميلفان تيامات. توجد بمنطقة طاج بالتفصيل أقصى الجنوب الشرقي الجزائري كهوف بها رسوم ونقوشات غريبة وعجيبة. استقطبت هذه المنطقة علماء آثار من جميع أنحاء العالم، وقد تم تحديد عمر تلك النقوش باعتماد التأريخ بالكربون والذي يقارب 35,000 سنة. إذا التمرين هنا يحكي على التأريخ، يحكي على ماذا؟ يحكي على التأريخ. فيهدف هذا التمرين لتحديد عمر رسومات وبقايا كهوف منطقة ناجر، وأعطانا مجموعة من المعطيات، نصف عمر الكربون، التحويلات إلى غير ذلك. أول سؤال يقول: واحد، أعطي تركيب كل من النواتين سي 12 وسي 14. الكربون 14 هو نظير مشير طبيعيا لعنصر الكربون، أذكر تعريف النظائر. تتفكك عينة من الكربون 14 فتنبعث إشعاعات تؤدي إلى تناقص كمية الكربون بمرور الزمن. أكتب معادلة تفكك نواة الكربون الأزوت إلى الأزوت، حدد طبيعة الإشعاع. أحسب طاقة الربط لكل من النواتين 14 و 12. حدد النواة الأكثر استقرارا، واكتب قانون تناقص إشعاعي لعدد من الأنوية الغير متفككة لعينة تحتوي على البداية في البداية على أنزرو. باستغلال بقايا الفحم المستعمل في الرسوم والنقوش لكهوف منطقة ناجر، تم قياس النسبة، حدد عمر العينة وتأكد من المعلومة الواردة في السند أعلاه. بسم الله على بركة الله. أول سؤال يقول: أعطي تركيب النواتين. إذا واحد، تركيب النواتين. أبنائي بناتي، سأعطي لكم وسأضع لكم إجابات نموذجية، بحيث عند توظيفها في مواضيع البكالوريا وعند مراجعتها ستجدون أنكم ستجدون أنكم وصلتم إلى فهم الدرس بشكل جيد. يقول السؤال: تركيب نواة سي 12 6 سي 14 6. أول شيء، ما معنى تركيب نواة؟ تركيب نواة كي يطرح عليك في امتحان بكالوريا تركيب نواة، معناه لازم تذكر له البروتونات وتذكر له النيترونات. إذا حبيت تزيد من عندك النويات مش مشكل، لكن هذا هو المقصود بتركيب نواة إكس آ زد. فلما نقول تركيب نواة إكس آ زد، معناها تقول له بروتونات زاد تساوي ونيترونات ان تساوي. واؤكد كتابه الكلمه تاع بروتونات ونيترونات، ماشي تعطي له مجرد ارقام وتقول راني نقصد هكذا ونقصد هكذا، لان الاستاذ المصحح ما مبانوش واش قاعد تقصد. فالان لما نقول تركيب سي 12 6، معناها واش راح تقول له؟ تركيب سي 12 6 راح تقول له بروتونات زاد تساوي 6، نيترونات ان تساوي ا ناقص زاد 12 ناقص 6 تعطينا 6. هذا فيما يخص تركيب نواة سي 12. نروحو لتركيب نواة سي 14 6. تركيب نواة سي 14 6 بنفس الطريقة، راح تقول له بروتونات اللي هو زاد يساوي 6، ونيترونات 14 ناقص 6 اللي هي 8، ا ناقص زاد. إذا
فنواه الكربون هذه 14 6 و12 6 هي عباره عن نظائر. تفهمنا في طريقه الجواب على سؤال تركيب نواه. تركيب نواه معناها تذكر له عدد البروتونات وتذكر له عدد النيترونات مع كتابه الكلمه تاع بروتونات ونيترونات. ما تحطلوش مجرد رموز زد تساوي 6 وان تساوي 8 لانه هذا لا معنى لها، وانما لابد من ذكر النوع بروتونات ونيترونات. السؤال اللي بعده، الكربون 14 هو نظير مشع طبيعيا لعنصر الكربون، اذكر تعريف النظائر. اذا السؤال اللي بعده تعريف النظائر. تعريف النظائر، ما هي النظائر ابنائي بناتي؟ لاحظوا جيدا، سي 12 6 سي 14 6، واش لاحظوا على هذو؟ هي نظائر. هي ماذا؟ هي نظائر. لماذا؟ لانها نفس العنصر كربون كربون، لها نفس الزاد 6 6، تختلف النيترونات هنايا 6 وهنا 8، مما جعلها تختلف في العدد الكتلي فلما يقول تعريف النظائر نقول له هي أنوية لنفس العنصر، أنوية لنفس العنصر الكيميائي، لها نفس عدد البروتونات زاد، وتختلف في عدد النيترونات ان، تختلف في عدد النيترونات ان، وبالتالي تختلف في العدد الكتلي ا، في العدد الكتلي ا. فهذا هو تعريف النظائر. كاين اللي يقول لك مباشره لها نفس الزاد تختلف في الان، لا مشكله، لكن التعريف الحقيقي هو هذا، نفس العنصر معناها نفس الرمز سي سي، نفس عدد البروتونات زاد معناها 6 6، تختلف في النيترونات ان، في وسطها 6 نيترونات 8 نيترونات، وبالتالي تختلف في العدد الكتلي ا. هذا هو التعريف الحقيقي للنظائر. السؤال اللي بعده، تتفكك عينه من الكربون فتنبعث اشعاعات الى تناقص، تؤدي الى تناقص كميه الكربون بمرور الزمن، اكتب معادله التفكك. اذا معادله تفكك الكربون عندنا السؤال رقم 3 1 3 1، معادله تفكك الكربون 14 6. ابنائي بناتي، في معادله التفكك نحتاج دوما نواه ام ونواه بنت ونمط اشعاعي. أعيد، أم بنت ونمط إشعاعي، نحتاج ثلاث أمور. دائما في نص التمرين تلقاو أمرين، يا إما الأم والبنت، يا إما الأم والنمط، يا إما البنت والنمط، لكن تلقاو زوج. هنا مثلا واش عطانا؟ عطانا الأم اللي هي 14 6، وعطانا البنت اللي هي 14 7، وطلب منك تحديد النمط، لأنه واش يقول؟ يقول نواة الكربون 14 تتفكك إلى نواة الكربون 14 يتفكك إلى أزوت 14، وطلب منك تحديد النمط. إذا بنحددوا النمط رايحين نديروا الحاضنة، من المفروض نكتب هنا إكس أزاد، نقرأ هكذا 14 تساوي سهم يقرأ مساواة 14 زائد أ، إذا الأ تاعنا يخرج لنا 14، ثم 6 تساوي 7 زائد زاد، إذا زاد تاعنا شحال؟ لما نقسمو نلقاوه ناقص 1. هنا طبقنا قانوني سودي، وقانوني سودي في الباك عندهم ربع، والمعادلة اللي عندها ربع، وما نظنش أنا كاين واحد فيكم ما يحتاجش الربع. فطبقنا انحفاض أ نحسبو في الأعلى، وانحفاض زاد نحسبه في الأسفل. تبعوا معايا، 14 تساوي 14 زائد أ، المجهول تاعي أ، 6 تساوي 7 زائد زاد، المجهول تاعي زاد. إذا بمجرد النقل نلقاو أ 14 وزاد ناقص 1، نحي إكس أ زاد هذه، ونكتب الناتج تاعي اللي هو أ 0 ناقص 1. ف الجسيمة المنبعثة، الجسيمة المنبعثة هي إلكترون، وكيقول لك نمط الإشعاع، نمط الإشعاع هو بيتا موان،
أبنائي بناتي لا تبخلوا علينا بجام في الفيديو ومشاركة الفيديوهات مع زملائكم. فهذه هي لما قال لنا مع ذكر النمط الإشعاعي أو طبيعة الإشعاع، فالإشعاع هو بيتا موا، وأذكركم أن بيتا موا بيتا بلس هو ألفا. السؤال اللي بعده، أحسب طاقة الربط لكل من النواتين. إذا حساب طاقة الربط لكل من النواتين، النواتي الكربون 14.6 والنواتي الكربون 12.6. رقم السؤال 3-2 حساب طاقة الربط، طاقة الربط EL. حين نحسبوا طاقة الربط EL، كيف نحسبوا طاقة الربط EL؟ عندنا القانون تاعنا يقول EL تساوي زاد، هذه EL تاع النواة X. شكون هي النواة X؟ هذه هي XAZ. EL تساوي زاد في كتلة البروتون زائد A ناقص زاد في كتلة النيترون ناقص النواة X، ونضربوها إما في 930.5 إما في سي مربع. شكون يحدد لك في طريقة الضرب؟ هي المعطيات، لأنك أنت مش مطالب لا بحفظ الرقم 931 ولا بحفظ رقم سي. هنا نلاحظوا بلي في المعطيات عطانا 930.5، إذا نضرب في 931.5، وبالتالي الكتل هادو يكونوا بوحدة الأو والطاقة تكون بوحدة الماد. فنروح نحسب الكربون 12.6، أو ال تاع الكربون 12 تساوي زاد 12.6، إذا 6 زائد 12 ناقص 6 في كتلة النيترون ناقص كتلة إكس، ونضربوا في 931.5، وتلاحظوا بلي هذا الجزء تاع الطاقة هو كله حفظ، تحفظ العلاقة وتطبقها مباشرة. فهذا فيما يخص نواة الكربون 12.6. لما ندير الكربون 14.6 لا يكون اختلاف في القانون، 6 في زائد 14 ناقص 6 في ناقص الكتلة في 931.5. واش بقى لي؟ ام بي و ام ان و ام اكس. هادو منين نجيبهم؟ نجيبهم من المعطيات. فالام بي 1.00728، ام ان 1.00866، كتلة الكربون 12. اذا كتلة الكربون حطنا 12.00، نفس المعطيات هنا 1.00728، 1.00866 ناقص كتلة الكربون 14.032، وكلاهما مضروب في 930.5. إذا حساب عددي 6 في 1.00728 زائد 0.00866 ناقص 12 في 931.5. إذا النتيجة مباشرة 89.0866 ماد. إذا ها هي طاقة ربط نواة الكربون 12 بنفس الطريقة، لكن فقط نغيروا الكتل اللي لازم نغيروها 14.0032، وكذلك نغيروا عدد النترونات اللي هو 8. النتيجة 102.33459 ماد. إذا ها الإجابة تاعنا طاقة ربط كل نواة. لكن السؤال يقول حدد النواة الأكثر استقرارا. إذا النواة الأكثر استقرارا، النواة الأكثر استقرارا هي
التي لها اكبر، ونتاكد على اكبر او اللي هو او ال على ا. فعندنا باه نعرفوا شكون هي النواه الاكثر استقرارا ما نروحوش نقارنوا لي او ال، راهو خطا. ما تقارنليش هذه بهذه، قارن لي او ال على ا تاع كل وحده. معناها دوك انا نحسب الاو تاع الكربون 12، نهز او ال تاعها 89 صفر 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 واحد 8 66 نقسمها على 12، ونهز الاو تاع الكربون 14، 4 9 5 على 14. معناها هزيت الاو ال على ا تاع كل وحده. نشوفوا النتيجه، نشوفوا النتيجه. قسمه 14، اذا الاولى 7.396، 7.396 ماذ علويه. ونزيدو نهزو الاخرى، نهزو الاخرى 89.0868، اذا 7.42، 442، 7.424 ماذ علويه. اذا واش لاحظوا ابنائي بناتي، لاحظوا باللي هذه اكثر من هذه، صافي هذه هي الاكثر استقرارا، رغم ان الاول تاعها هو الاصغر. اذا انتبهوا جيدا، الاكثر استقرارا ما تقارنوش لي او ال، قارنوا الاو ال على ا. فهنا واش رايحه نقول؟ رايحه نقولوا باللي الاو تاع النواه سي 12 اكبر من الاو تاع النواه سي 14. معناها مباشرة النواة سي 12 أكثر استقرارا. فهمنا في الفكرة؟ رد بالك تروح تقارني بين أو آل، وإنما قارني بين أو آل على أ. هذا فيما يخص السؤال 3-2. السؤال الرابع، أكتب قانون التناقص الإشعاعي. إذا قانون التناقص الإشعاعي، حطيت لكم في الملخص مجموعة القوانين اللي نحتاجوها. قانون التناقص الإشعاعي، قانون التناقص الإشعاعي عندي ان لي تي هو الذي يخص الأنوية المتبقية، ان زيرو اكسبونونسيال موان لوندا تي، هاو قانون التناقص الإشعاعي، وهو قانون الأنوية المتبقية، قانون الأنوية المتبقية، هذا هو قانون التناقص الإشعاعي. ثم بعد ذلك يقول باستغلال البيان نجد عمر العينة، إذا إيجاد عمر العينة، إيجاد عمر العينة. عمر العينة أبنائي بناتي معناها توجد تي، بنوجدو تي نطبقو ديما قانون التناقص الإشعاعي، لأن هذا الأنوية الإبتدائية لعينة حية، وأن تي هي الأنوية المتبقية من عينة ميتة. فلما نكتب أن تي تساوي أن زيرو إكسبونونسيال موان لوندا تي، المجهول تاعي شكون هو هذا؟ إذا بما أنه موجود هنا معناها راهو في الإكسبو، وحنا نعرفوا باللي باه نخرج حاجه من ليكسبو ندخلوا الالان. وانا نقول لكم دائما قاعده، ما تدخلش الالان الا اذا كان ليكسبو وحده. تما واش تروح دير؟ تقسم على ان زيرو، ان تي على ان زيرو تساوي اكسبو موان لوندا تي. الان مادام قسمنا على ان زيرو، ها هي هبطنا الان زيرو هنا قسمنا عليها، ندخلوا الالان من الطرفين، ألان ألان، فتمدلي ألان أن تي على أن زيرو، والألان والإكسبو يروحو تعطيني ناقص لوندا تي. إذا تي ما هو؟ هو ناقص واحد على لوندا ألان أن تي على أن زيرو، تسمى نقسمو العبارة على ناقص لوندا.
هو عطانا النسبة ان تاع على ان زيرو مباشرة في نص التمرين، ونحن نعلم بأن لوندا هي ان دو، معناها واحد على لوندا هو تي ان دومي على ان دو، هكذا مادام لوندا هكذا اسم المقلوب يمدلناها، فتساوي لنا ناقص تي ان دومي على ان دو في ان ان تي على ان زيرو. تطبيق عددي، تي ان دومي قداه مدوهولنا؟ 5.7 في 10 أس 3 على ألان 2 في ألان، تلاحظوا في نص التمرين عطانا النسبة مباشرة 1.42 في 10 قوة ناقص 2، عطاني أن تي على أن زيرو مباشرة، فالتأريخ اللي خافوا منه الأولاد ما عنده حتى معنى، ففقط نخرجوا تي من قانون التناقص، نقدر نخرجوه من ان من كتلة من النشاط ومن كمية المادة. عندنا 5.7 في 10 قوة 3 ألان 2 في ألان 1.42 في 10 قوة ناقص 2، إذا النتيجة 34.98 في 10 قوة 3، 34.86 في 10 قوة 3 أوم، علما أن أبنائي بناتي عند التأريخ لا نحول تياندومي لأنه عمر، فلما يقول لك قارنها هذه بالتقريب 35 في 10 قوة 3 أوم واللي هي 35000. فالسؤال يقول تأكد من المعلومة، فنقول المعلومة مؤكدة، المعلومة مؤكدة، وهكذا أبنائي بناتي انتهيت من باك 2021 مادة اللي هو أول تمرين في النووي. لا تنسوا مشاركة القناة مع زملائكم والضغط على زر الجرس، وكذلك أعيد الضغط على جم حتى إدارة الفيديو ترفع الفيديو ليلة في القناة، وبالتالي يستفيد منه العدد الكبير من التلاميذ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.